Les populations du sud algérien ont l'impression d'être des étrangers dans leur propre pays. والله ما عدنا طايقين نصبروا ما تجروناش ما طرق شينا ولي انتم راكم متعمدين باش تجرونا لطريق شينا باغينا نروحوا نبيعوا الكيف والحبوب ما تجروناش والله ما انا رايحين عقابكم بالسلميه والله لا نخرجوا لكم ليل ونهار والله نعودوا نخرجوا لكم ليل ونهار كرهتونا والله لا كرهتونا في البلاد كرهتونا نحطوا راسنا نقموا فيه علاه المنكر هذا علاه المنكر صرح بحوايج كاع ما كانش منها تقول واش دار تساير في حقوق الانسان ارواح تشوف المواطن واش عايش في ورقلة ارواح تشوف في الجنوب ارواح تشوف الناس باطو بيري الناس هي اللي تلملها في الدرام وين راها الدولة وين راها درام الدولة وين راها الشعب من الشعب ولا الشعب وين راها ما كان والو امبراطورية وراثة من عائلة لعائلة راهي متداولة بيناتكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ما شفنا والو من حقوق الانسان ما شفنا والو ارواحوا الناس سيدي ارواحوا الورد لا شوفوا واش رانا عايشين ارواحوا تشوفوا واش رانا عايشين بنات صغار راهي تضرب في الحبوب والله لا منكر منكر وبفعل تفاعل هذه كما اتهمتونا قبل احنا ثاني نتهموكم الحبوب الجريمه الافات اللي في ورقله كل متعمده هنا متعمد على ورقلة اعتبروها اتهام اعتبروها عيطوا جد الاذان نشوف السيد دار غنية بعثوا له كونفوكاسيون بارونات راه تدخل في الاف العائلات ما شفتوهاش حقنا والله ندوه ونخدموه والله نوقفوا لكم كل يوم احنا ليل ونهار ربي يحفظك عامر ربي يبارك قبل تعطيني هذا